من أقدم الحرف أو المهن البشرية التواجد معناتها في البشر خاصة في 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 الشرق الأوسط. بعدها هي انتشرت في العالم بالفتوحات وال حتى اللي وصلت للرومان معناتها في وقتها كان الرومان في 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 تونس ازدهرت مش حلقوها الرومان كانت الملوك نتاعهم والرؤساء والدواوين وكذا كانوا ياخذوا البلاط نتاعهم الروح نتاعهم يعملوه بالفسيفساء وكانت نوع من الفسيفساء تتحط على واجهه الدار او نوع من الحجاره هذيك وكانت الرمز نتاع الدار هو بالنوع نتاع الفسيفساء اللي موجوده في الدار يعرفوا هذوما من اي طبقه كانت ولكن كانت ديما طبقه كانت طبقه راقيه الفسيفساء وبقات هي راقيه حتى الان. شوف كل فن او كل صنعه او كل حاجه الباز نتاعها هو في حرفين هو الحب تحب ولا ما تحبش لا اذا كان حبيت سي حبيت الفسيفساء حبيتها هي تحبك احنا تو نشوفوا الحجر ونشوفوا الرخام قوي ولكن باش تطوعوا انت اذا كان انت تحب معناتها بمخك وباليدين أكثر من 10 سنوات طورنا الفن ذا الفسيفساء إلى فسيفساء سميتها أنا عصرية. عصرية مش كلمة اعتباطية معناتها كلمة لتواكب العصر. الفسيفساء مش معناتها أنا ناخذ حاجة رومانية ومعناتها نعمل كيف وكذا. أنا ضد هذاك اللي باش تبيع لي القطعة هذيك هو للاستعمال، استعملها هذيك أهم حاجة للهدية. فهمني وحاجه معناتها سبيسيفيك معناتها حاجه تنجم تحط عليها اسم وتنجم تحط عليها كذا فهمني واللون اللي يحبه هو فهمني وطورنا معناتها الاثاث المنزلي باش تعمل قطعه اي قطعه ابتكار جديد تخمم تقول اه القطعه كيف تقوم تصورها ساعة تقوم بالصوره نتاعها تحضرها بدك تحضر السلعه نتاعها وتو نشوفهم بعد كيف قصان السلعه وكذا كذا فهمني معناتها تتطلب برشا وقت سالوني معايا قالوا لي كيفاش تجيك الافكار هذه كذا قلت لهم والله نقول لك انا معناتها نعاود نفس الجواب اللي جاوبته قبل عندي 10 سنين تقريبا ها قلت لهم انا مولود بالصدفه معناتها مش انا اخترت مكان ولادتي بالصدفه موجود تولدت في باب نرى في قلب دار عربي وعندنا ماجن وبير وعرس وفنا واكل الجو العربي كله في العمر هذاك انت 5 6 سنوات تبدا من الصباح وانت تشوف اللي يخدم في الجلد واللي يخدم في النحاس واللي يخدم في الذهب واللي يخدم في الفضه واللي يخدم في الجبايب واللي يخدم كذا وتشوف الوان وتشوف الوان ما تتشبع انت بك الالوان هذيك وكذا وتبدا تنسخ المخ يبدا يفيد لوحده ويبدا ينسخ أكد لك توما الثورة توا نقول لك 70-80% من الفسيفساء سكروا. العدد ما عنديش فهمني ما نجمش نرزم ولكن فما أماكن فيها كنت نعرف فيها 30-40 واحد فهمني توا نجم نقول لك فيها معناتها زوز ثلاثة. ما احتفظناش على الهوية نتاعنا لأن الفسيفساء هذه راهو تاريخ وثقافة نتاع بلاد ما يلزمهاش تخرج أو تندثر